اخواني اللي من غير طائفتي فخر وتاج على جبيني اشهد الله. ولكن شيخ سعد حضرتك اللي رئيس تيار عابر للطوائف، عندما يكون في تيارك طائفة مظلومة، طائفة عم تنتهك حقوقها، طائفة عم بتحس بالظلم كل يوم، أنا وقتها طلب مني بالجامعة اشتغل لربطة الأساتذة المتفرغين، أصريت إنه ما تكون اللائحة إلا بوجود المسيحي والمسلم، ووصلناهم سوا، انصرنا، أعطينا حقنا، وصلنا، أنا بترجيك. هي صرخة أطلقتها ابنة عكار المحرومة دكتورة علم الألسن في الجامعة اللبنانية شذا أسعد، التي لطالما ناضلت وكانت من مؤسسي شباب ونساء المستقبل في الشمال. صرخة من القلب شكلت منعطفا في نقاشات المؤتمر العام لتيار المستقبل، وقد وصلت إلى قلب الرئيس سعد الحريري، فكان أن فجر مفاجأة نالت إعجاب الجميع. ترشحتي على المكتب السياسي؟ لا للأسف، لسبب. طب لازم كنت تترشحي أنت أصلا، أنا هيك بدي ناس. ما أنت بحق لك كوتا، فوتني بالكوتا النسائية إذا بهمك. أنت حالك عشان عينك أنا. مثل من عيوني. مثل خير دولة الرئيسين. حسيت 17 سنة طلعوا يمكن بدقيقة أو بدقيقتين، طلعوا بصدق، ولأنهم طلعوا بصدق وصلوا بصدق، وبشكر دولته يلي جاوب بتعييني. ما كان ببالي اني اخد مركز ولا ببالي اخد منصب، انا ببالي ببساطة شديدة وصل صوت حق، ولو كان ببالي انا كنت ترشحت، والحمد لله عندي القوة اني اوصل، يعني الحمد لله. انا وقتها قلتها لانه حسيته من قلبه عم بيقول انا بدي هيك ناس بالمكتب السياسي، ليه ما ترشحتي؟ يعني حسيته وكأنه عم بيقول يا ريتك ترشحتي. فصدقا طلعت على راسي هيدي الفكرة، لو هي عبارة عن بس صرخة ومشيت كنت انت ما شفتني بعد 17 سنة هون، لأنه أنا ما بعرف مل، وأنا أملي بالله كبير سبحانه وتعالى، وأملي بدولة الرئيس سعد الحريري كتير كبيرة. أنا مؤمنة بقضية، أنا صوت الناس ورح أبقى صوت الناس، وقال لها ليش بدي كون؟ وقال لها حبالك تلجي على الرئيس؟ 100%. أنا شغلتي جوا أني كل يوم وصل صوت حق، ولكن أنا مش من سياسة النق. نحن هلأ دورنا كمكتب سياسي نقدم خطط، نقدم ملفات، يعني نقدم المشكلة وحلها. وإذا كان للسيدات حصة كبيرة في المكتب السياسي الجديد، فإن هذا المكتب ضم 12 شابا وشابة، من بينهم ابن العاصمة مهندس الاتصالات محمد شومان البالغ من العمر 33 عاما. نحن كشباب أول شيء بدنا نتبنى التوصيات اللي نتجت عن المؤتمر العام. نحن متجهين لنفعل دور المكتب السياسي، أهم شيء نغير فكرة إنه نحن جايين نحضر اجتماع مع القيادة نتلقى أفكار عامة ونروح نحن ننشرها أو ننفذها. نحن بده يكون في حوار، بده يكون في طرح أفكار على الطاولة، بده يكون في نقاشات، بدنا نوصل لأحسن نتائج بنقاشاتنا لحتى تقدر توصل للقاعدة الشعبية. الأمل يبقى لدى المستقبليين أن يشكل التزاوج بين المخضرمين والدم الجديد في المكتب السياسي غنى لتيار المستقبل.